خلال حروف الزين كنقترحوا عليكم موضوع العناية بالبشرة خلال هذا الفصل البارد. ومعنا دائما السيدة إيمان تازي الأخصائية في التحاليل الطبية التجميل والتغذية. صباح الخير إيمان تازي. صباح النور لهناء. كنتظروا دائما هذا المواعيد التجميلي اللي فيه كل شيء جميل. بيكم جميل بيكم الحمد لله. الله يبارك فيك تفضلي. الله يطولك. اذا هذا الاسبوع هذا كامل ان شاء الله غادي نتكلموا على العنايه بالبشره ديالنا في فصل ديال الشتاء. تكلمنا البارح على عطينا بعض الاشارات على التاثير ديال الفصول البارده على البشره. اليوم غادي نعطيو قواعد باش نحافظوا على البشره في فصل الشتاء ونعطيو وصفه للزيت مرطب وعنده خصائص كثيره في هذا الحالة هذه. نعم. بالنسبة للقواعد هما نقدروا نحصرهم في بعض القواعد الأساسية. القاعدة الأولى هي خصنا يعني كتسمى قاعدة تهريب الجلد. هذه القاعدة هذه بتبسيط هي أننا خصنا أول حاجة نعملوها أننا نخلص الجلد ديالنا من الخلايا الميتة. يعني القماش القماش كيكون بصفة دورية. وثاني حاجة أننا خصنا ضروري يكون تنظيف اليومي موزي المكياج كيكون ملائم للبشرة الجافة تيكون البي اش ديالو محايد. بالنسبة للناس اللي ما اللي كيبغيو الطبيعي بشكل ديالنا فيقدروا مثلا يستغناو على موزي المكياج ويعملوا أن التنظيف كيكون غير بزيت بحال الزوز أو لا زيت أركان أو أي زيت نباتية فهي كتعمل نفس المبدأ ديال موزي المكياج طبيعية. إذا حتى هي نديروها فقطيا ونمسحوا بها المكياج واخا تلامس العينين ديالنا ما عندناش مشكل. ما كاين حتى شي مشكل. وغادي يلاحظوا الناس أن هذاك القطب تماما حتى هو كيكون محمل بداك حتى الغبار حتى وانت يكون تبان لنا أنه ما بقاش اللون ديالو هو هذاك يعني أنه ما كنسمعوكش بشكل واضح إيمان تازي لا سمحتي تمشي لجي مكان فيه تغطية. عفوا كنت تسمعوني دابا مزيان. نعم تفضلي. القاعدة الثانية هي الترطيب ديال الجلد. هذه القاعدة ضرورية فكما كنغطيو حنا الجلد ديالنا في ملي تيكون البرد تنغطيوه بالحوايج الوجه حتى هو خصو يتغطى يعني بمستحضر يكون جوستومون يكون يتغطى بمستحضر مرطب. دونك القاعدة الثالثة أننا نغطيو الجلد ديالنا وهذا هو الفصل يعني أنسب فصل باش يتغطى البشرة تغطى بأقنعة بوصفات طبيعية ويعني تعالج حتى المشاكل اللي كانت مترتبة على الفصول اللي سبقات بحال فصل الصيف بحال فصل الخريف وهذا. دونك تتكلمي ماشي فقط على بشرة الوجه أو اليدين ولكن على الجسم ككل. الجلد ككل بطبيعة الحال. أهم قاعدة هي القاعدة الرابعة هذه كتشمل يعني جميع مناطق الجلد كيف قلتي هنا فبحال اليدين خصنا نحافظوا عليهم بليغون الرجلين نعملوا لهم سكاشر الشفتين نعملوا لهم المرطب ديال الشفاه. دونك هذو هما القواعد الأساسية. تهذيب ترطيب تغذية وحماية ديال الجلد. نعم قبل ما نمروا الوصفة إلا سمحتي كاين تساؤل حول الماء اللي تيتغسل به مثلا الوجه أو اليدين. هذا الفصل هذا طبعا كتعرفي بانه صعيب شي شويه الماء بارد فبالتالي مجموعه من الناس كيستعملوا الماء وكيكون ماشي فاتر ولكن سخون. مدى الضرر ومدى الاستفاده ديال الجلد بالنسبه للماء ومن الافضل اننا نستعملوا الماء اللي تيكون كيف كنقولوا لا تمبيراتور امبيونت يعني الحراره اللي كتخرج من الصنبور هذا من الافضل تيكون بارد بزاف كاينين هو تعود يا صراحه مساله تعود. بالنسبه للناس اللي كيعملوا الماء سخون بزاف خاصه على البشره ديال الوجه وهذيك نشرت لها البارح ان درجه الحراره المرتفعه سواء في مكان يكون سخون بزاف او لا باستعمال الماء يكون سخون بزاف كتاثر لنا على داك الشريط الشحمي الواقي لو فيلم هيدروليبيديك هذاك كتاثر عليه وبالتالي فالجلد اوتوماتيكمون تينشف تيتقشر وتيتضرر يعني كيتفاقم المشكل. نعم كنسمعوا بانه حتى على مستوى يعني التجاعيد الماء البارد كيساهم في قلة التجاعيد لأنه دائما كيعمل بحال ليفتينغ للوجه شد الوجه. الماء الساخن كيرهل البشرة. هل صحيح؟ ولا نعم ونعملوا غير مقارنة بسيطة نلاحظوا ما بين الناس اللي ساكنين في المناطق الباردة نعطيو حنا كاع على صعيد الدول اللي تتكون يعني فيها برودة على طول السنة تقريبا بغض النظر أن الشمس عندها بزاف ديال الفوائد لا حصر لها كنلاحظوا أن البشرة ديالهم تلاحظوا أن البشرة ديالهم يعني مشدودة البشرة ديالهم جيدة جدا
إذا نحاولوا نغسلوا بماء اللي ما يكونش يعني بارد 100% ولكن حرارة الصنبور الماء اللي كيخرج من الروبين. نعم. الوصفة إيمان تازي؟ الوصفة هي زيت مصر زوين بزاف. الزيت عنده الفوائد اللي عنده أنه تيغذي لينا الوجه البشرة ديال الوجه خاصة هذا الوجه تينقي تيجدد الخلايا ديال البشرة وخاصة البشرة اللي تتكون شاحبة تتكون ناشفة تتكون متقدمة في السن تيكون فيها التزاعيد أون بليس هذا الزيت هو غني بالفيتامينات فيه لي زونتي أوكسيدون وأهم حاجة فيه وعلاش أنا بغيت نشير له اليوم وبغيت نوظفه في لي سوان ديال الشتاء أنه تيقاد الإفراز ديال السبوم تيقاد نعم. الإفراز ديال الذهب نعم ما سمعناش هذه الجمله للاسف كيف قلت افرازات الذهب ومرطب نعم بالنسبه لزيت المساج دونك قلنا المكونات ديالو خصها تكون مضبوطه فيه 2 غرام زيت الجوجوبا زيت الجوجوبا هو اللي تيقاد لينا الافرازات ديال لو سيبوم فيه 10 غرام ديال زيت جاني القمح زيت مرطب زيت مغذي 10 غرام ديال زيت الافوكا المفشي زيت مرطب زيت 15 قطرة ديال زيت الورد العطري وفيه 2 قطرات ديال زيت عطرشة العطر تعاودي معنا هاد المقادير هذا لأنها مضبوطة ويمكن تحتاج منا أننا نمشيو نشريوهم من صيدليات أو من لي باغا تفضلي عندنا 2 غرام ديال زيت الجوجوبا 10 غرام زيت جاني القمح 10 غرام زيت أفوكا 15 قطرة زيت الورد العطري وزوج قطرات ديال زيت عطرشة العطري جيرانيوم بون ديجا زيت جاني القمح ديما خصو يكون في اي بيت خاصة الناس اللي عندهم البشرة الجافة وصديق جيد للبشرة الجافة نعم باش كتعبري الجرامات؟ كنعبر الجرامات في الآلة الخاصة احنا باش نعبروه خاص يكون هذاك الميزان ورخيص يعني متواجد وسخطوا الناس اللي كاينين بزاف الناس اللي كيعشقوا يعملوا الوصفات الطبيعيه فما فيها باس ياخذوه وزيت مضبوط وزوين وغادي يعجبهم وخصو يكون عندهم ضروري يكون عندهم كاين موجود في لي سوبر مارشي موجود هذاك على نطاق واسع فيما مشاو يلقاو غتوعدينا بانك توضعي لنا الصوره ديالو على صفحه البرنامج في فيسبوك باش ممكن اننا نتعرفوا عليه اكثر بكل فرح ما كتحتاجي مشكل شكرا إيمان تازي أخصائية التغذية التجميل والتحاليل الطبية الموعد يتجدد معك يوم غد دائما في حروف الزين